قال أفلاطون: لا تدرب الطفل على التعلم بالقوة أو القسوة، إنما قم بتوجيهه لما يمتع ذهنه. هكذا ومن خلال برامج رياضية منظمة تساعد خطوات الأطفال على اكتشاف مواهبهم وتوفر لهم متعة اللعب، والأهم من ذلك تشجع خطوات الأطفال على الثقة بالنفس وتقدير الذات. من خلال تنمية قيم الاحترام والالتزام والعمل الجماعي والروح الرياضية، تساهم خطوات في إحداث تغيير سلوكي إيجابي ونوعي في المجتمعات المهمشة. وإلى جانب الوحدات التدريبية، تنظم خطوات أياماً ترفيهية ونشاطات مدنية ودورات توعوية تعرف الأطفال على أهمية أن يكونوا مواطنين فاعلين، وتشجعهم على الاهتمام بواجباتهم المدرسية وبصحتهم ونظافتهم الشخصية. ولتسهيل الانتساب إلى الجامعات، أسست خطوات في العام 2014 صندوق للمنح المدرسية لتعلم اللغة الإنجليزية. المستفيدون من هذه المنح سيقومون بدورهم بالعمل مع أطفال خطوات ومساعدتهم على تعلم كيفية الموازنة ما بين الدراسة والرياضة. منذ تأسيسها في العام 2006، قدمت خطوات برامجها ل 29 ألف طفل في فلسطين والأردن ولبنان. كذلك نظمت ورش عمل لأكثر من 1000 مدرب ومدربة لتعزيز فرصهم بالحصول على الوظائف. وسنوياً يشق أطفال خطوات ومدربيها طريقهم لأكبر البطولات العالمية في كرة القدم للناشئين، كأس النرويج. الشغف يملأ قلوب الأطفال فيضاعفون تدريبهم تحضيراً لهذه البطولة، استعداداً للقاء أقرانهم من اللاعبين من حول العالم. الانتماء لأي رياضة يساعد الأطفال على إيجاد مكان لهم في العالم. ويستكمل أفلاطون حديثه قائلا: هكذا تكون قادرا على اكتشاف دقيق لما يحمله كل واحد منهم من عبقرية.